السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور أحمد الباجوري، ودي عيادة سوبر هيلسي. اللي عايز يعرف أكتر عن عيادة سوبر هيلسي يتفضل يزور السوشيال ميديا بتاعتنا، هتلاقوا كل الروابط موجودة في صندوق الوصف تحت. طيب النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهنتكلم عنه علشان جاني اتصالات كتيرة من مصر، ناس طلبت يا جماعة يا دكتور الالتهاب السحائي، ناس كتيرة اتصابت خايفين منه، ازاي نعمل حماية، ازاي نحمي نفسنا من الالتهاب السحائي وأطفالنا، وازاي نزود المناعة. وهو ده الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده، هنشرح لكم يعني ايه التهاب سحائي، وهنشرح لكم ازاي تبني جهاز مناعه قوي قادر على مقاومه امراض كتير وفيروسات كتير ان شاء الله باذن الله. يلا بينا. التهاب السحائي زي ما قلنا، ايه اللي هو الالتهاب السحائي؟ السحايا هي غشاء مبطن للمخ والنخاع الشوكي في الجسم، وبالتالي لما بيحصل له اصابه عن طريق عدوى معينه بيحصل التهابات في الغشاء السحائي ده، وبالتالي هيؤثر على وظائف المخ ووظائف النخاع الشوكي، ممكن يعمل اثار جانبيه سيئه جدا جدا جدا. طيب نوع العدوى، ايه العدوى اللي بتيجي من تسبب التهاب السحايا؟ في انواع كتيره جدا، ممكن عدوى فيروسيه، عدوى بكتيريه، عدوى فطريه، وفي انواع اخرى من المشاكل، ممكن نتيجه حوادث، نتيجه دور برد شديد، اسباب كتيره جدا. ولكن مع تعدد الاسباب دي الامر الاعراض تقريبا كلها واحده او قريبه جدا من مبدئيا كده. الالتهاب السحائي بينتقل عن طريق ايه؟ عن طريق العدوى العاديه اللي هي عطس وكحه وهكذا، طبعا بينتقل بسهوله جدا ما بين الناس وخصوصا الاطفال. ولذلك انصح كل الاطفال او كل الاباء او الامهات اللي عندهم اطفال تم اصابتهم بالفيروس ده او اي دور برد، مش لازم يكون نفس الفيروس ده، ممكن اي دور برد عامه او اي سخونه او يا ريت يا جماعه نقعد العيال في البيت. ليه؟ قعدوا في البيت يرتاح يومين ثلاثه لحد ما العدوى اللي عنده تروح ويخف. لما يقعد يومين ثلاثه هيجمع قوته فهيقدر يحارب المرض. اما بقى يا جماعه لو وديته لو وديته المدرسه فبالتالي هيتصاب وهيصيب الاخرين بالعدوى، وهيبقى مشكله كبيره جدا للمجتمع، في حين الموضوع ممكن يتلم بسهوله جدا ان شاء الله. يعني تابعوا معايا الاعراض كده، اول ما تلاقي الاعراض دي بعد الشهر حصلت لاي حد من عندكم او اي حد تعرفه، فياريت فورا تتحرك على المستشفى، ياريت مستشفى يا جماعه، مستشفى حكوميه او خاص، ولكن مستشفى. ما تروحش للدكتور، دكتور الاطفال، وبعدين دكتور الاطفال هيقول لك خده دلوقتي على المستشفى، هتضيع وقت كبير جدا في الانتظار وي وي وي. لكن الحالات اللي زي دي حاله طارئه، تاخده على المستشفى على طول، قسم الطوارئ او في اي وقت ان شاء الله المستشفيات هتلاقيها جاهزه بالعلاج اللازم للحالات دي. ما تضيعوش وقت على المستشفى على طول، سواء مستشفى عام حكومي خاص، لازم مستشفى. الأعراض، أولا سخونية عالية جدا فجائية تيجي فجأة. الأطفال الرضع هتلاقيهم بيبكوا بكاء شديد مع السخونية. الأطفال الكبار شوية ممكن تلاقي عندهم هزيان أو كلام غير مفهوم، بيقول كلام ملوش أي علاقة ببعضه، كلام غير مفهوم، هزيان. هتلاقي دايما الطفل بيشتكي من رقبته، ماسك رقبته عنده ستيفنس أو وجع في الرقبة، يقول لك أنا بتألم جامد من رقبتي. ممكن قيء مع دوخه. ممكن بعض الاطفال هتلاقيها مش قادر يمشي، واحيانا بيقع وهو بيمشي في بعض. ودلوقتي يا جماعه لو اي حد فيكم لقيته عنده الاعراض دي هتوجه فورا لاقرب مستشفى زي ما احنا قلنا، وما تقلقوش خالص، ان شاء الله الدكاتره المحترمين هيقوموا بشغلهم وهيعالجوا الطفل كويس جدا. هيعملوا هم التحاليل، هيشوفوا عنده عدوى فيروسيه، عدوى بكتيريه، طفيليات وهكذا، وهيحطوا الخطه العلاجيه المناسبه للمسبب العدوى، وهيدوا له المحاليل، وهيعملوا كل اللازم باذن الله، وهتعدي على خير باذن الله. طيب نيجي بقى بعد كده، بعد ما الطفل يخف، او الاطفال اللي ما اتصابتش اصلا وعايزين يحموا نفسهم، لو انت عايز تحمي نفسك او تحمي نفسك انت واولادك نعمل ايه؟ هو ده اللي هنتكلم عنه بقى بشكل اكبر شويه، اللي هو بناء جهاز مناعه قوي، ازاي نحمي انفسنا واولادنا من الفيروسات والبكتيريا الموجوده في الجو عامه. نمره واحد، هنبعد عن مسببات العدوى. يعني ايه نبعد عن مسببات العدوى؟ يعني نبعد الاطفال عن اماكن فيها عدوى، يعني ما نروحش نخليه يلعب مع طفل مصاب بالعدوى او يقعد في مكان فيه عدوى زي المستشفيات. يا جماعة الأطفال ما ينفعش يروحوا مستشفيات إلا لو كان مريض بس. الأطفال من سن سنة لسن 15 سنة ما ينفعش يروح مستشفى إلا إذا كان هو اللي تعبان، غير كده ما ينفعش طفل سليم يبقى رايح المستشفى يزور حد ولا يزور عمه اللي عمل عملية الزايدة مثلا، الولد يرجع بعدوى فيروسية وبكتيرية من المستشفى. حضرتك عندك جهاز مناعة أقوى منه يقدر يحارب، ابنك ما عندوش،
فممكن ياخد عدوى قويه جدا من المستشفى دي. وبالتالي يا جماعه انشروا الثقافه، الاطفال ما يروحوش المستشفى الا لو كان هو اللي مريض. اتفقنا؟ يعني مثلا يعني معلش عمو مش هيحرمه من الميراث يعني ان هو ما راحش يزوره في المستشفى. ناخد بالنا من اولادنا شويه ونركز شويه في الموضوع ده. تاني حاجه، ما ينفعش الاطفال يتشاركوا في المشروبات وتبادل المشروبات، يعني ما ينفعش اتنين يشربوا في عصير واحد او يشربوا من زجاجه واحده، كل طفل يبقى ليه زجاجه وكل طفل يشرب من مكان مختلف. نمره 3 وحاجه مهمه جدا جدا معظم الناس بتقع في الغلطه دي، ايه هي؟ فرشاه الاسنان. يا جماعه معظم الناس بتحط فرشاه الاسنان، فرش الاسنان بتاعه الاسره كلها في كاس واحد او كوب واحد، وده خطا كبير جدا جدا جدا، لان الفرش بتتقابل الاسنان بتاعتها، ولو تقابلت هيحصل نقل العدوى. حضرتك لو عندك عوده فيروسيه وبتغسل اسنانك وعورت نفسك او عورت اللثه وانت بتغسل اسنانك وبعد كده حطيت الفرشه بتاعتك وابنك حط الفرشه بتاعته وتلامسهم وبعد كده ابنك يغسل اسنانه، شكرا ابنك خد العدوى. ولذلك كل فرشه اسنان هتكون محطوطه في مكان خاص بيها لوحدها، يا اما في اغطيه كده لبعض الفرش، السنون الفرشه متغطيه بغطاء بلاستيك علشان يا جماعه ما ننقلش عدوى فيروسيه للاطفال، وخصوصا الاباء والامهات اللي عندهم فيروسات كبديه او اي نوع من الفيروسات عامه، فدي سهل جدا تنتقل عن طريق فرشه الاسنان لما تلامس بعضها. وعلى فكره في اجسامنا فيروسات كتيره جدا مش ظاهره، احنا ما نعرفش انها موجوده، ولكن جسمنا او الجهاز المناعي مسيطر عليها ومخليها ساكته ساكنه. لكن ابني ممكن ما عندوش جهاز المناعه، الجهاز المناعي بتاعه ما يقدرش يترجم الفيروس ده فيصاب بيه، فناخد بالنا. بعد كده في حاجه مهمه جدا، لازم نوقف التدخين ونمنع التدخين السلبي عن اطفالنا واسرنا عامه. التدخين من احد الحاجات الخطيره جدا على الصحه العامه، سواء اللي بيدخن او اللي جالس جنب المدخن. نيجي النقطه اللي بعد كده، مهم قوي نغسل الفواكه والخضروات كويس جدا، وانصحكم ان انتوا تحطوا الفواكه والخضروات في ميه مع الخل الابيض او خل التفاح لمده ساعه تقريبا، وبعد كده تغسلهم كويس جدا بالميه وتحطهم في الثلاجه يبقوا فريش وجاهزين جدا، اي حد ممكن ياكل منهم. نيجي للنقطه اللي بعد، حاجه مهمه جدا اسمها مصل الانفلونزا او انفلونزا فاكسين، ودي مهمه جدا جدا يا جماعه، يا ريت نديها لاولادنا او ناخدها كل سنه مره. هي بتتاخد مره واحده بس في السنه وفي نفس الموعد كل سنه، اي وقت في السنه عادي، ولكن افضل وقت هو نهايه شهر 10 للسكان الجزء الشمالي من العالم، زينا مثلا زي مصر زي الدول العربيه زي اوروبا الجزء الشمالي من العالم، وافضل وقت فيه تاخدوه في الجزء الجنوبي من العالم هو شهر 5 زي استراليا جنوب افريقيا او امريكا الجنوبيه. الفاكسين ده مهمته قويه جدا يا جماعه، بيحمينا من الفيروسات، الفيروس الانفلونزا اللي هي بتتكرر وبتيجي كتير جدا، وكون ان الفيروس كل سنه لما بيجي لك دور برد وبتتكرر فده بيضعف جهاز المناعه بتاعتك، وخصوصا ان احنا مش بنسكت، احنا بناخد مضادات حيويه وادويه ومضادات احتقان وي 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 وي، وبالتالي الاطفال جهاز المناعه بتاعها بيهلك تماما، غير الادويه اللي احنا عمالين ناخدها عمال على بطال. الفاكسين بتاع الانفلونزا ممكن في السنه كلها ممكن يجي لك برد مره او مرتين بكتير، بدل ما كنت بتاخد 500 نوع دواء هتاخد نوع او اتنين بس، وبالتالي هتعيش بصحه احسن وكفاءه اعلى. طيب في ناس بتقول لك الفاكسين ده يا دكتور بيبوظ المناعه وبيدمر مناعه الجسم و و و و و، كل دي اشاعات ملهاش اي اساس من الصحه، بالعكس احنا بنقوي مناعه الجسم وبنخليه جاهز دايما، المناعه جهاز المناعه جاهز دايما وعنده استعداد. ازاي؟ الفاكسين ده يا جماعه عباره عن فيروس ضعيف جدا 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 او فيروس ميت بنحقنه للجسم، فجهاز المناعه بتاعتك بيبدا يحارب ويقضي على الفيروس الضعيف ده في خلال دقائق، وبعد ما بيقتلوه بيبدا يشفره ويشوف البصمه الوراثيه بتاعه الفيروس ويخزن معلومات عنه ويعمل مضادات للفيروس ده، بحيث بعد كده لو شميت انت الفيروس ده بعد كده هتلاقي جهاز المناعه بتاعك قوي وجاهز وبسرعه جدا هيقضي على الفيروس في بدايته، فمش هتحس بالاعراض ولا هيحصل عندك اي مشاكل. ولذلك انصحكم بالفاكسين. النقطه اللي بعد كده هي نقطه مهمه شويه، ان احنا لازم نقلل الاسترس في حياتنا، او يعني الضغط العصبي لازم نقلله في حياتنا. ليه؟ لان مع الضغط العصبي والتوتر بيطلع هرمون اسمه الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده من احد الهرمونات اللي بتضعف مناعه الجسم ممكن 4 أو 5 مرات تحت، وبالتالي لو عالجنا موضوع التوتر العصبي عن طريق ان احنا نهدي اعصابنا، نصلي، نصوم، ناخد حاجات مهدئه زي شاي الكاموميل، زي الكركديه، المشروبات المهدئه الساخنه اللي بتهدي الانسان، ونحاول نبعد عن اي حاجه بتعمل لنا توتر عصبي. اخر نقطه هي نقطه مهمه جدا، ممارسه الرياضه باستمرار بتخلي جهاز المناعه بتاعنا قوي جدا ومستعد باستمرار. الكبار طبعا عارفين محتاجين على الاقل كل يوم ساعه من المشي، من نص ساعه لساعه من المشي، والاطفال الصغيرين يا ريت كل يوم نسيبهم يلعبوا. الامهات اللي بتحبس عيالها عشان يذاكروا ارجوكي لو سمحتي
سيب العيال تلعب. ودلوقتي بقى يا جماعة هننتقل لجزء مهم جدا من بناء جهاز المناعة، وهو النيوتريشن أو التغذية الصحيحة. جهاز المناعة في جسمنا عبارة عن محاربين، والمحاربين دول مركز القيادة بتاعهم موجود هنا في المعدة، وبالتالي محتاجين كل شوية إنعاش وتغذية، بس مش أي أكل، لا لازم أكل صحي عشان يتغذوا ويقدروا يحاربوا الأمراض. إيه هي نوعية الأكلات اللي ممكن تقوي جهاز المناعة في جسمنا، خصوصا مركز القيادة اللي لسه بقول عليه؟ أول حاجة الخضروات والفواكه. بقالنا 100 سنة بنتكلم عن الخضروات والفواكه، ولكن عايزكم تركزوا على الحاجات اللي أنا هقول عليها دي. البرتقال، اليوسفي، الليمون، المانجو، البابايا، الجزر، الفراولة، البرقوق، التوت بكل أنواعه حتى لو مجمد. على فكرة يا جماعة الفواكه المجمدة صحية جدا وما فيش ما بتفقدش أي نوع، ما بتفقدش أي قيمة غذائية على الإطلاق، فممكن نجيب فواكه مجمدة ونستخدمها عادي جدا، ما فيش أي مشكلة. بيب، الفلفل الألوان الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي بكل أنواعه، وما ننساش حاجة مهمة جدا، الجوكر، البروكلي. البروكلي ده الجوكر يا جماعة، بيشتغل في حاجات كتيرة قوي وليه فوائد كتيرة جدا 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 جدا. والساحر الأخضر احنا كلمنا عليه قبل كده، وهو الكرفس، حطوه في السلطة، حطوه في الشوربة، حطوه في حاجات كتيرة جدا، استخدموا الكرفس كتير. في عندنا كمان الكركم، الساحر الأصفر، في عندنا الجنزبيل، في عندنا الكمون. ما تنسوش الثلاث مكونات دول تحطوهم على الشوربة، على المأكولات بتاعتكم، في كل حاجة. الجزر والجرجير والخص وكمان البنجر أو الشمندر، دي من الخضروات المهمة جدا لازم ناكلها باستمرار. في عندنا كمان بذور الكتان، بذور السمسم، بذور السمسم، الكاجو، الجوز اللي هو بنقول عليه في مصر عين الجمل، اللوز، كل المكسرات دي مفيدة. عاوزكم تستبدلوا الأكلات الغير صحية بأكلات صحية، يعني مثلا الأمهات اللي بتفطر عيالها كل يوم كورن فليكس، حاولي تشيل الكورن فليكس ده وتحطي مكانه الشوفان، شوفان مع الحليب وشوية مكسرات على شوية فواكه مجففة، شوية زبيب، يبقى وجبة جميلة جدا وهتقوي المناعة للأطفال، وبالمناسبة بتقوم الاكتئاب. متنساش عصير الليمون ولا الليموناضة، هناخده 3 مرات في الأسبوع لينا ولأطفالنا. وكمان عايز اتكلم عن القرفة. ناس كتيرة بعد كده قالت لي القرفة دكتور فعلا بتقاوم الالتهاب السحائي، القرفة بتقاوم الالتهاب السحائي. اقول لكم لا يا جماعة، هي مش بتقاوم الالتهاب السحائي ولا حاجة، القرفة ليها فوائد كتيرة جدا. احد الفوائد منها انها انتي سيبتيك او مضادة للتعفن او مضادة للصديد اللي بيحصل في الجسم او عملية تلوث بتحصل في الجسم. وبالتالي هي انت لو خدتها باستمرار كل يوم هي مش هتقوي مناعتك ولا حاجة، لا هي هتفيدك لو انت حصل لك عملية تلوث في الدم او تلوث في الجسم، هي هتقدر انها تساعدك شويه ان انت تتخلص من التلوث ده، لكن هي مش بتقوي المناعه او مش بتمني المناعه للجسم. وما ننساش العسل، الافضل نحاول نشوف عسل قوي شويه زي العسل الجبلي او العسل الطبيعي الاورجانيك. وفي عسل طبعا اقوى عسل في العالم هو عسل المانوكا، بيجي من نيوزيلندا، من زهره المانوكا في نيوزيلندا، وده عسل قوي جدا 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 يا جماعه. تابعونا دايما على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا، فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب، وان شاء الله هتلاقوا عندنا معلومات دايما ومتجدده عن ازاي تحافظ على جسمك، وان شاء الله نحاول نقودكم الى حياه صحيه خاليه من الامراض باذن الله. شكرا لكم، سوبر هيلسي، تغذيه فائقه من مصدر ثقه.